أخبار اليوم. لما باجي اشتري لحد عربي بشتري ولد صورة ولد واقف مش عارف بيعمل ايه. لا دي مكتبة ديوانة مكتبة الشروح. لا والله بنروح الشروح 90% منتجات انجلش وفرنساوي و10% هقول لحضرتك روحي نهضة مصر نمره 1 ما دام بتتكلم عن كتب الاطفال. روحي بتتكلم نهضة مصر فين؟ انا دلوقتي بروح مثلا انا بتكلم منتصره انا بروح دلوقتي هما بيروحوا مول مجموعه كبيره من الاولاد بيروحوا امريكانا بيلاقوا مكتبه الشروق. مكتبه الشروق 90% منها انجليزي وفرنساوي. اعمل بيروحوا دانزي مول. دي مكتبه الشروق. دعايه في نص دقيقه اكبر